الساعة 5 فجرا في أحد شوارع الكويت كانت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن تقود سيارتها بسرعة جنونية قاطعة الإشارة المرورية، تسببت بحادث مروع عندما اصطدمت بسيارة أخرى. هربت من المكان وألقي القبض عليها لاحقا، ولكن الحادث تسبب في وفاة شابين، نقل اثنين آخرين إلى المستشفى في حالة حرجة. ولكن في تطور سريع للأحداث ارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا بهذا الحادث إلى 3 أشخاص، حيث توفي الأخير في غرفة العناية المركزة. تم إخضاع الفاشينيستا المتسببة بهذا الحادث واسمها فاطمة المؤمن، تم إخضاعها لفحص طبي وإجراء تحليل للدم. تبين أنها كانت تحت تأثير المخدرات والكحول خلال قيادتها للسيارة، كما عثر على 4 علب من مخدر اللاريكا في سيارة فاطمة المؤمن. وزعمت المحامية مريم المؤمن شقيقة فاطمة المؤمن، زعمت أن الشباب الذين كانوا في السيارة المقابلة حاولوا التحرش بفاطمة المؤمن، فاضطرت للقيادة بهذه السرعة الجنونية. وبالتأكيد هذه الحادثة لم تمر مرور الكرام هكذا، فأحدثت جدلا كبيرا في الكويت على منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. لنتابع. تعاطفون مع القاتل يا قلة الأدب، وتقولون انا تشمت على شنو؟ على مصيبه اللي تشيلك ان شاء الله. كسرت خاطر شيء وما كسرت خاطر خاطرك الامهات اللي قلبهم محترق على عيالهم؟ السلام عليكم. يعني يمكن لاني محامي او لاني ناشط بتويتر فالكل يسالني اختار الديوانيه اليوم ايش راح يصير فيها الفاشينيستا؟ اعدام صح ولا 15 سنه؟ لاحظ اقول لا هذه راح تاخذ مؤبد. راح مو بكيفكم يا جماعه، احنا في دوله قانون، مو بكيفك، في اجراءات تمشي. الحين بتروح ترى بتعرض على قاضي التجديد وشوف المحقق وشنو الاتهام اللي راح يوجه لها. حتى الان حتى هذه اللحظه يعني شيء شكليا جنحت مرور ترى. وصاخه السوشيال ميديا اللي احنا نعرفها تسببوا في كارثه، وكارثه ما هي سهله. عذبوا 3 عوائل، العائله الاولى حرموهم من ولدهم، وعائلتين اللي من ضمنهم ولد عمي في العنايه المركزه. إذا أنتوا وصلت فيكم أنكم تطغون وصختكم طلعونها للشارع، يعني هذه كارثة من الكوارث. وصختكم تبي تخلونها ببيوتكم بلعنتكم، لكن لا تضرون نحنا، لا تضرون عيالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دلال مسلم، وهذا رأيي في حادثة الفاشينيستا اللي صارت قبل أمس الفير. بقول لكم وجهة نظري أنا كقانونية، وجهة نظري العقلانية والمنطقية والحيادية في موضوع الفاشينيستا. أولا في ناس وايد متعاطفين معاها لأن هي مثلا صغيرة، لأن هي مثلا على قولتهم دربة وإدوكيتد وكذي. فأنا بالنسبة لي أنا ما أتعاطف مع ناس متعمدة، إنها متعمدة الجرم. شلون متعمدة الجرم؟ بوجهة نظري أنا ما أسوق، أنا مو منتلي ستيبل، أنا ما أسوق وأنا مو باستقرار نفسي وعقلي، هذه جريمة. ثاني شيء يعني تحت التعاطي، خلينا نقول مثلا أن هي ماخذة وصفة طبية تتيح لها تعاطي اللاريكا أو أخذ اللاريكا، طبعا الوصفة الطبية عادي خو تطلع بالكويت أن أنا مثلا عندي ألم في العظام.
طبعا أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في رد رسمي، هذا هو رد رسمي، أعلنت حبس الفاشينيستا فاطمة والمتسببة في حادث السير المروع، وتقرر حبس المتهمة لمدة 10 أيام احتياطا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة، مع توجيه 10 تهم لفاطمة المؤمن من بينها القتل الخطأ. أما ردود الأفعال والتعليقات حول هذه الحادثة التي تسببت بها فاطمة المؤمن كانت كثيرة، هذا هو الرد الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية. سنقرأ الآن التعليقات التي ستظهر على الشاشة. نبدأ من تعليق كتبته عبدالله الشتيلي، تعليق لعبدالله الشتيلي، يقول في تعليقه: أخوي حاليا يرقد بالمستشفى على أثر الحادث، حيث أصابته بكسور عديدة بالجسم و3 فتحات بالمثانة والكلى وكسر بالحوض، ولذلك أناشد وزير الداخلية بمنع تدخل الوسطاء بهذه القضية لإخراج الفاشينيستا. هناك أيضا مداخلة أخرى من مشاعل تقول: والله المشكلة ليست بالواسطة، المشكلة في القانون الكويتي، المتهمة ارتكبت كل هذه المخالفات، القتل الخطأ، تجاوز الإشارة الحمراء، القيادة بحالة غير طبيعية، والحكم فقط 4 سنوات في القتل الخطأ. هناك أيضا مداخلة أخرى وتعليق من وليد راشد: أكشنتوها ترى، وإذا ممثلة ولا فاشينيستا عادي، مو بنت المرياع ومحشوم المرياع، منو هي عشان الكويت كلها تتوسط لها؟ أنا متأكد ما حد توسط لها ولا أحد فكر أصلا أنه يتوسط. تعليق آخر من منى: الله يشفيه ويقومه بالسلامة يا رب، والله يرحم المتوفين ويعظم أجر أهلهم يا رب. معلش أسأل الفاشينيستا ما صار لها شيء؟ كيف وضعها الصحي واللي معها كمان؟ كيف حالتها؟ يقولون خطيرة. تعليق آخر من سراج المالكي: الله يكتب له الشفاء العاجل ويظهر الله الحق ويأخذ المخطئ عقابه، لأن أرواح الناس غالية ويجب احترام القوانين المرورية. تعليق من أنس: الله يرحم المتوفى ويشفي المصاب، لكن لو هي مو بمشهورة هل بيرافق هالموقف كل هالضجيج والتشفي والأحقاد؟ الشارع مليان نفسها من الجنسين، لو كانت المتسببة غير مشهورة بنسمع كل هالتشفي؟